اسمي أيمن عيتاني وأنا رائد أعمال، يعني أنا مدير المؤسسة يلي اختصاصها تساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إنه يحسنوا ويكبروا شغلهم، وبنشتغل مع الحكومات يلي حابة إنها تساعد هيدي المؤسسات وتكبرهم منشان تحسين الاقتصاد. هلأ كإدماع على العمل، أول ما يعني أنشأت المؤسسة بدأ شغل كتير على كذا سنة، فالوقت كله كان لهيدي المؤسسة لكبرها وحسنها لتوصل للمرحلة هي وصلت اليوم. يعني هو هالتوازن منه موجود، ما فيك توازن شغل مع حياة شخصية. جربت كثير من الطرق صغيرة وكبيرة وقريت وجربت وهيك، لقيت أفضل طريقة أنا إنه لما أكون بالشغل أكون بالشغل، لما أكون بالبيت أكون بالبيت، يعني لما أكون مع العائلة وخاصة مع الأولاد كنت أكون معهم حتى لو هي نص ساعة أو ساعة أكون مركز معهم. يعني في مثل بيقول العمر بيخلص والشغل ما بيخلص، ولما كانوا أولادي صغار كان عندي هالمشكلة نفسية إنه أنا بدي أقضي معهم وقت، هلأ هني صغار حابين يقضوا وقت معي أنا، بكرة بس يكبروا يعني ما حابين يقضوا وقت معي وأنا بس مشغول بشغلي. يعني كأهلي وضحوا لي إياها، بتعرف إني عندهم خبرة أكتر مني وكانوا واضحين معي، قالوا لي أحسن إنك أنت تكون بشغلك ماكن وعم تقدر تأمنهم من إنك أنت تكون قاعد حدهم وما قدران تأمنهم خاصة بس يكبروا. كحدود العمل أهم شيء بس يكون في كالمدير عم يشتغل معه والجو عم يشتغل فيه يكون يعني متقبل شوي، إذا أنا مضطر أترك أعمل شغلي للبيت أو عنا شغلي المدرسة عنا شغلي بالمستشفى لا سمح الله، إنه يكون في هالنوع يعني موضوع قابل ما يكونوا من نوع يلي ما قدرانين. هيك الواحد بدل بيجرب يقدر يوفق بين الاثنين، بس الجو الوضع الشغل صعب كتير والإدارة قاسية بهالموضوع، يعني الواحد يعني حتكون يوم حيكون صعب. نصيحتي للكل يلي أنا ساعدني إنه واحد يلاقي مخرج يريحه حتى لو ساعة أو ساعتين. الشخص اللي بيحب يعمل شغلة يعملها شوي، يعني مثلا أنا كنت حب أقرأ أزمت يعني كنت أترك ساعة أو ساعتين بس أقرأ شوي فيهم أحس تغيرت نفسيتي أو أقعد شوي وقت مع الأولاد أو شيء. يعني كل واحد منا عنده مخرج عنده تنفيسي يعطيها شوية وقت حتى لو نص ساعة. هيدي أول نصيحة. وتاني نصيحة، بالشغل في كتير مشاكل، بس يكون في شيء منيح بالشغل شيء يجي منيح فجأة ناخد 10 دقايق بس نمسط فيها، لأنه يعني بس نشيك الإيميل بس نرجع نشوف إيميل حيجي مشاكل حيجي غيره. فهيدي تاني شغلة بتساعد.